اهلا يا هنادي. اهلا. اليوم عندنا اخبار كثير. اول خبر عن الفنان محمد هنيدي. محمد هنيدي اثار كثير جدل من بعد ما اعلن تحديه للنجم العالمي فاندام عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدى هنيدي فاندام بمباراه ايطاليه بتجمعه تحت سفح الاهرامات بمصر، وفاجأ فاندام الجمهور بالرد على تدوينه هنيدي وكتب: تلقيت دعوه لمحاربه اعظم ممثل كوميدي بالشرق الاوسط، شو رايكم؟ هل لازم اقبل التحدي؟ لازم يقبل التحدي. في اعظم منه هنيدي؟ بس هذه المناقشات على تويتر في وراها او على الفيس عفوا في وراها اشياء. هلا اللي صار هو كان مثل مزحه بين الاثنين، ولكن صاروا يقولوا انه هيدا مثل تحضير لعمل رح يجمع بين فاندام وهنيدي قريبا، وحيكون تصوير بمصر. هي التحليلات. تحليلات هذا ما في شيء اكيد. لا لا لا، وفي عالم قالوا يمكن بس مزحه من خفه دمه لهنيدي. طبعا هنيدي كمان كان من يومين ثلاثه عمل كمان قصه كثير حلوه على السوشيال ميديا، قال انه اعتزل التمثيل وراح يصير ممثل مغني بالافراح. والله محمد هنيدي فنان يعني كبير ونجم، ونتمنى له ان شاء الله التوفيق. اكيد. وحقيقه هو ايضا يعني يضيف هذه البسمه والكوميديا وروحه الخفيفه من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وودنا نشوف عمل مشترك هو وفاندام يعني. أكيد. خلينا نروح على موضوع ثاني هاني، هو عن حفل توزيع جوائز الموركس دور ببيروت واللي صار بالويك أند. بنستعرض هاني أبرز جوائز المهرجان. فازت الفنانة نادين نجيم بجائزة أفضل ممثلة عن دوريها بمسلسلي 2020 وكمان مسلسل 5.5. وأما الفنان قصي خولي فاز بجائزة أفضل ممثل عن أدواره كمان بمسلسلي 2020 و5.5. وفازت الفنانة ماجي أبو غصن بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بمسلسل للموت دور سحر. ومن الأمور اللي كمان صارت بحفل الموركس دور، كانت حديث الناس هو اللوك اللي ظهر فيه النجم قصي خولي، واللي صرح من بعد صعوده على المسرح أنه إجا من موقع التصوير إلى الحفل مباشرة. وقصي عم يصور حاليا مسلسل توتر عالي، وكمان عم يستعد لتصوير مسلسل الوسم مع المخرج سبيعي في سبيعي. الله ولي التوفيق ان شاء الله. كلات اللوك كان مميز صراحه، يعني هلا قصي خولي معروف بوسامته. نعم. فكان اللوك صادم لمحبينه انه شوي يعني مطلعه بمستوى الجمال اللي بالعاده ببين فيه. نعم، احنا نبارك له الجائزه اكيد، ونبارك لكل النجوم اللي يعني تم تكريمهم بالموركس دور، يستاهلون. وان شاء الله يعني نشوف الدور هذا اللي قصي شفنا اللوك ان شاء الله. بس باينتوا شيء حلو، لانه هيك بحب لما الممثل بفوت بالكاركتر وبيعمل اشياء غير، يعني ما كثير بيهمه شكله قد ما بيهمه الاداء تبعه وانه يفوت بالشخصيه. بالضبط، هو هذا يمكن هذا لازم المعجبين يتفهمون هذا الشيء اكيد أكثر. ننتقل لخبر ثاني كمان من حفل الموركس دور هاني، اللي كمان لفت نظر الناس. شغلت النجمه رحمه رياض جمهورها من بعد سقوطها خلال احدى المقابلات اللي سبقت حفل الموركس دور، والسبب كان الاعياء والتعب. واوضحت شقيقه رحمه انه رحمه قضت هذا الاسبوع بالمطارات، وكان عندها حفله بالشرقيه بالسعوديه، ووصلت الى لبنان قبل حفل الجوائز بساعات قليله بس، وانها شعرت بالانهاك بسبب السفر. والله نتحمد لها على السلامة، وفعلا رحمة يمكن احنا شفناها بأكثر من خلال أيام معدودة بأكثر من مزبوط مكان. حتى كانت بدبي قبل الشرقية، شفناها مع مصطفى 100%. كانت هون راحت على الشرقية بعدين راحت على لبنان، ظهر كان كتير ضريبة الشهرة. ممكن نشوف مقابلة لك مع رحمة؟ احنا قريبة. عملنا كنا السكوب لقلنا، بتتذكر وقت اللي عملنا لألكساندر ورحمة لما اللي خطبوا كان أول شيء عنا طلعت. صحيح. أو الخبر إحنا عندنا أول من. أول حدا طلعوا معنا. ممتاز. إحنا يعني نتمنى لها إن شاء الله السلامة، والله يتمم عليها الصحة والعافية. آمين.